لا مؤاخذة يعني يا سليم باشا، سؤال يعني، هو الورق ده سعادتك فيه ايه؟ أفهمكم. المشكلة فريدة أنا مش عارف إيه اللي حصل ليلة قتل زياد، ومش عارف مين لبسني في الموضوع ده كله، بس عارف إن لطفي وابني وشلتهم ليهم علاقة بالموضوع ده كله، بس تفاصيل ما عنديش. أنا كده هفضل هربان يا فريدة لحد ما الموضوع ده يتحل، وأنت الوحيدة اللي تقدر تحله لي. أنا؟ إزاي؟ شغلك. شغلي؟ آه شغلك. أنا عايزك تجيبي لي تليفونات الناس دي ليلة الحادثة، ينفع؟ الموضوع ده مش سهل خالص يا سليم. لو سمعت اللي جاي تعرف إن في الأصعب كمان. أنا عايز تجيبي لي لما كلموا بعض كانوا مكانهم فين بالظبط. المعلومات دي ينفع أجيبها لك لو من أرقام تبعنا، لكن لو أرقام من شبكة تانية ده مستحيل. فريدة أنت ليك أكيد صحاب شغالين في الشركات التانية. الموضوع مش بالسهولة دي خالص على فكرة. فريدة فكري، أنت الوحيدة تقدر تساعدني، لو جبتي لي المعلومات دي هتحلي لي كل حاجة. أنا كل طلبه منك عايز أعرف مين كلم مين وفين وإمتى. بصراحة بقى أنا مش فاهم منك حاجة، هو الورق ده طلع في إيه بالظبط؟ في حاجات كتير. لطفي وشلته لما رحت لهم كلموا زناتي، وزناتي كلم رفاعي كذا مرة. مش بس كده، تليفون زناتي بيقول إن هو كان حوالين الاسم في المنطقة، يعني ممكن هو اللي يكون قتل الواد زياد، لأن رفاعي دوت خيبان ما يعملش كده، لكن زناتي يعملها ويعمل أبوها كمان. الأغرب بقى إن تميم وحماد يطلعوا يطبخوا سوا. ومين تميم ده كمان؟ أمين شرطة برضه؟ مش مهم، المهم دلوقتي نعرف هنعمل ايه. محلوله سعادتك، ناخد الورق ده ونروح نبلغ على طول. ما ينفعش يا حوده، الورق عرفني كل حاجه، لكن مش هنعرف نثبت بيه ولا حاجه. ازاي بس يا بيه، ما انت لسه بتقول زيك كده يا هيما. انت تقدر تثبت ان زلطه جالك المستشفى، لكن مش هتعرف تثبت ان هو اللي سرق الحقن. طب والعمل سعادتك هنعمل ايه؟ يا ابني اطفي المحروق ده بقى وقوم نام عشان تعرف تصحى لمدرستك الصبح. حاضر يا ماما حاضر. يا حبيبي ابوك لو جه ولقى الهباب ده شغال في ايدك هيطين عيشتك ويطين عيشتي، مش طالبه نكد على الميسه يا حمزه. بقول لك يا ماما، وايه حكايه قرايب بابا دول؟ حكايه ايه؟ ولا حكايه ولا روايه؟ اصل سليم ده مش لاقي انه يبقى قريبنا خالص. قوم نام يلا، قوم. شوف بقى يا حوده، انا عايزك بقى تتقص لي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حماده تايسون ده، عشان خاطر هيما يعرف لأي معلومة عن حسن الضبع الواد اللي شغال معاه. أنا يا سعادتك. بقول لك يا سليم بيه، في حاجة عايز أديها لك. حاجة إيه؟ حتة السلاح دي بدل الطبنجة اللي رجعناها للظابط. دي جبتها منين؟ ما تقلقش سعادتك، دي بتاعتي. كنت شايلها لوقت عوزة. وبما إن سعادتك يعني إديتني الفلوس اللي أنت كنت شايلها عشان أعالج بيها ابني، فدي أقل حاجة أرد بيها الجميل اللي أنت عملته معايا. أنت أولى بيها. خدها سليم بيه. بس وعد ربنا إن هو محوجك ليها. بالإذن سعادتك. فهمت هتعمل إيه يا بغل؟ ولا الحشيش اللي عماله تشربه من الصبح مخليك غاب اكتر من تحمار؟ يا اسطى انت عايزنا ناخد الحاجه كده ونروح نبيعها في عز الظهر؟ ايوه يا اخويا في عز الظهر. ولو الشمس يا اخويا تعباك يبقى البس نضاره، ولا هات لك برنيطه خبي بيها خيبه امك. يا اسطى مش القصه، بس انت عليك قضيه، الاحتياط واجب، النمره اللي الحكومه عملتها معانا الحته كلها بتتكلم عنها. نمره ياد اللي اتعملت يا مش حماده تايسون ياد اللي اتعمل معاه نمره يالا. يا اسطى بس يعني ايه؟ تخيبه ولا ياد انت هو يا؟ يلا احنا اتخذنا على اخوانا وكنا مسموكين طول اليوم، واديك شايف الواد الظابط زي البغل ازاي، ولولا كده كنا رجعناه في شوار قسما بالله. عمنا ما قلناش حاجه، بس يعني بس يعني ياد يا غبي ياد انت ولا لف وشك يا لف وشك يا، ما انا قدامك واد صح سليم يالا، والقضيه اللي كانت لابساني دي انا طلعت منها وزهق الحق فيها، ولبسته بدلع يا وعمال يجري زي فرين الشوارع في كل حته، وقضيه فيها اعدام
يعني معلمها على الرقبه. يلا يلا هم سيبها ونزاحت من فوق دماغنا. ومين اللي شالها يا خمار؟ ما انا اللي شايلها. يلا جرايه يا اسطى، انت تقلت في الشرب ولا ايه؟ ما تقول كلام يخش المخ. مش لما يبقى ليك مخ يا غبي تفهم بيه. لف وشك يا ده افهم. يلا انا اللي معلم على الضابط. يلا ومش اي علامه يا دي علامه. يلا في الرقبه ما فيهاش اي كلام. والضابط ده متعلم عليه علامه ما فيهاش رجوع، يعني اللي يهرب ويفضل هربان لا يرجع يلا هنا ويتعدم. يا لا لا لا، امسك العقل كده. انت عايز تفهمني اللي انت عملت معاه فوق المايك؟ ايوه يا اخواني اللي معلم عليه. انت قاعد غبي ولا ايه؟ مش اي علامه قلنا عشان تعرف بس على حق كده احنا بنعمل ايه مع الضباط. وعليها الطلاق بالتلاتة اي ضابط في المنطقه دي لو يجي نعمل معاه الصح ونرجعه في شوال. يا منطقه وسخه. انا مش فاهم انتوا قاعدين بترغوا معايا ليه ومصاحبيني يالا كده. يا قوم يا تشوف شغلك. يا قوم يا تقطع الحشيش. يا قوم يا جاكم القرف عليكم وعلى عادتكم سهرتوا الحجرين. وحشتني قوي يا سليم. ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب لك الورق ده. الظرف فيه فليشه، كل التفاصيل اللي موجوده في الورقه هتلاقيها فيها، يعني عشان لو حبيت تطبع نسخه تانية. يا رب تكون المعلومات دي مفيده بالنسبه لك. على فكره صلاح من يوم ما مشيت وهو مشدد المراقبه عليا انا ومامتك وسلمى قوي، حاجه تخرق بصراحه. وكمان السوشيال ميديا مقلوبه وعاملين دعوه ان الناس تدور عليك وتبلغ عنك، بس مش عارفه مين اللي ورا الكلام ده. عشان خاطري يا سليم خلي بالك من نفسك. بصراحة يا سليم بيه الأنسة فريدة دي بتحبك وطيبة قوي. أمال بتحبك؟ ما هو أصل يعني ما فيش واحدة تعمل كل ده وتخاطر بنفسها عشان واحد إلا إذا كانت بتحبه، ودي مش بتحبك حب عادي يعني، دي بتموت فيك كمان. بس انت بصراحة يعني كده مزودها في حركات جمعة الشوان ورقفة الهجام اللي انت بتعملها دي. ايوه في ايه يعني يا باشا؟ عادي ما تبعت لها حودة بأي حاجة هيجرى ايه؟ سلمة فالح عشان نص ساعة ولا صلاح توخي قاعد معانا مش كده؟ يا هو يعني صلاح ده كبير قوي بيه يعني حاجة كده زي الاف بي واي؟ يا بني ادم افهم، صلاح التوخي حاطط عيلتي وعيلتك وفريدة في دماغه. اي حد هيكلمهم اي نمره هتتصل بيهم هيجي وراها على طول ويبقى هنا. فهمت؟ يا ترى عامله ايه يا سميحه انت والبنات؟ لا مؤاخذه خالتي، انا عارف ان انا جاي في وقت متاخر، بس حبيت اطمن عليكم واشوفكم لو محتاجين اي حاجه قبل ما ارجع الجيش. ايه ده وانت لحقت تنزل علشان ترجع؟ هعمل ايه بقى خالتي؟ ميري بعدين هم عندنا في الجيش مشددين قوي على الاجازات ومقرطين قوي على الاخر، ده سبحان منزلني الكام يوم دول. ربنا يحميك يا حبيبي ويحرسك انت واللي زيك يا رب. بالله عليك يا خالتي مش محتاجه اي حاجه، قولي لي ما تتكسفيش مني. تسلم لي حبيبي. عموما انا موصي ابويا وامي لو احتجت اي حاجه قول لهم على طول هم يتصرفوا. ماشي؟ يخليك لينا حبيبي. حاضر. خلي بالك من نفسك يا نوره. وانت كمان خلي بالك من نفسك. حاول تكلمني لو عرفت. هو ممنوع بس هحاول. هتوحشيني قوي على فكره. انت كمان هتوحشني. لا اله الا الله محمد رسول الله. اشوف وشكم خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا اختي؟ ايه الدلع ده؟ كلها يومين وهيرجع. عارفه يا سميحه من ساعه اللي حصل لابراهيم وانا بقيت بتوجع من فراق اشرف اكتر من الاول. هو انا كل ما اتسند على راجل هياخدوه مني؟ يرضي مين ده بس يا رب؟ استغفر الله. معلش انت جاي تقول لي الكلمتين دول ليه؟ مال انا ومال ابراهيم وبناته؟ انا بس حبيت افهمك. لا تفتكر ان البيت ده فيه ولا من بعد ما سوحت الراجل تبقى غلطان. راجل مين يا دفعة؟ انا لا عملت في راجل ولا عملت في ست. انت عايز تلبسني تهمة ولا ايه؟ بعدين من امتى وانت صوتك بيعلى وعينيك بتجحر؟ هو هيكونش الستة استعد والتسعة استعد اللي بتعملهم في الجيش خلوك راجل وتقل ادبك على عمامك وعمام حتتك؟ انا مش مستني الجيش عشان ابقى راجل. اقول لك وحتى لو الجيش جمد قلبي في
فدي حاجة ما تعبنيش. ليه بقى؟ لأن أنا لا بجيب فلوسي من تجارة كيف ولا بتحمى في شوية عيال. اقعد يا زلطة، وأنا احتراما للبدلة الميري اللي أنت لابسها دي مش هرد عليك. روح توكل على الله وحسابنا بعدين. هقول لك على حاجة يا معلم، مالكش دعوة ببيت عم إبراهيم. شيله من قدامي يا أيمن بدل ما أعملها معاه. تعالى أشرف يا حبيبي. نزل إيدك يالا. هو جرى إيه بالظبط؟ الله، هو كل من لبس المموه هيعمل لي فيها فندام؟ طب ما الواد ابني كل سنة بيلبس البدلة دي وما بيعملش كده في حد ولا يقل أدبه. الله، ها. بس بصراحة عنده حق، البنت تستاهل قوي. خلاص يا زلطه، اصل افتكرتها يا معلم. يدي الحلق للي بالي ودان. معلش. مين؟ انا. افتح الباب، الاكل هيقع. الباب مفتوح يا حبيبي. خش خش يا حمزه، زق الباب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا بحمزه فندي كعب الغزال. ايه الحلاوه دي؟ الغدا ده ريحته باينه وانت جاي يا دي حمزه. وما انت شامم، بتسال ليه؟ ولو انا اكلك وخلاص. ولا قله الادب دي، تعال اقعد. نعم، عندنا نغسل لكم الارض اول ما تخلصوا اكل، ولا عندكم غسيل عايز اخدكم في منين؟ استغفر الله العظيم يا رب. تعال يا لا اقعد، اقعد بطل غلاسه، تعال. انت ايه؟ لسانك تقول لي مين؟ لامي. لامك؟ انت عارف يا بتفكرني بعيل غلس برضه زيك كده. الله يرحمه ما كانش بيحبني، بس في الاخر بقينا اصحاب. وبعدين مات. مات وسيبني لحد النهارده بدفع تمن طولة لسانه. بقول لكم ايه، انا مش داخل عليا حوار ان انت قريبنا ده، بس انا ساكت بمزاجي عشان حركه الجدعانه اللي انت عملتها مع عاد ياسين اخويا. يلا بقى انا والشفا. سلام. يا ساتر يا رب على الخلفة. لا يا باشا، ده البنات نعمة. يا نهار اسود، إذا كان الجيل ده عامل كده، أمال الجيل اللي جاي بعد منه هيبقى عامل إزاي يا باشا؟ ربنا يستر علينا. يلا يا باشا، بسم الله، غير ريقك. الألف نايم مش قادر، كل أنت. ومن سمعك يا باشا، هو مين اللي نفسي ياكل؟ والله يا باشا أي حاجة الواحد بيدوقها من غير العلبة طعمها مرار. إلا قول لي صحيح يا باشا، أنت هتطمن على أولادي إزاي؟ هنتصرف. ما تقلقش، هتشوفهم يعني، هتشوفهم ان شاء الله. ربنا يخليك يا سليم بيه، ربنا يخليك. في استجابه سريعه ومشكوره من وزاره الداخليه للهاشتاج اللي احنا اطلقناه من هنا من البرنامج بلغوا عن سليم الانصاري، جالنا دلوقتي بيان من وزاره الداخليه بارقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للابلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الانصاري. الارقام دي هتظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، واحنا من هنا بنناشد السادة المواطنين ان هم كمان يقوموا بدورهم، وان اي حد عنده معلومات هتساعد الداخلية في القبض على المتهم الهارب ان هو يتصل بيهم فورا. وفي نفس الوقت بنشيد بوزارة الداخلية المحترمة اللي اثبتت بشكل عملي ان لا احد فوق القانون، وانها ما بتداريش على اي مجرم حتى لو كان في الاصل ابن من ابنائها. الو حودة، انت فين يا اخويا؟ فوق؟ طب انزل بقى بسرعه، حصلت مصيبه، انزل. والله يا حوده مراتك دي ست طيبه، ما هو ده اللي قلقانه منه. معذوره يا سليم بيه، غصب عنها. هو اللي بيحصل لنا ده قليل. هو ايه اللي بيحصل يعني؟ ما من ساعه ما اتقبض علينا وهو ده اللي بيحصل، ايه الجديد يعني؟ لا يا سليم بيه، لا مؤاخذه سعادتك يعني، الحكايه كل شويه بتخش في الغميق. وفي اغمى من كده يا حوده؟ أنا الدنيا كلها بتجري وراي، حكومة ومعارضة ونشطة وصحافة وأغنية وفقراء. تخيلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجة واحدة بس، أنا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. يعني أنت مش قلقان من اللي بيحصل لنا ده يا سليم بيه؟ ولا من إيه يا هيما؟ مفيش أكتر من اللي حصل. المهم يا حوض، أشكر لمراتك على اهتمامها. أنا عايزك بقى تروق نفسك كده وتفضلي عشان عايزك مشوار مهم. رقبتي. اتجننت في بقك يا جدع انت ولا ايه؟ انت ازاي جاي تقول لي كلام زي ده؟ انا حماده تايسون. اعلى الكلام كده قبل ما تقوله، ها؟ مش بكابورت جاي ترميه في وشي. اعلى زناتي عشان ما اعملهاش معاك.
رجعنا تاني لهالفطة في الكلام اللي هتجيب دماغك دي. أمال أنا جاي لك ليه؟ لم لسانك يا تايسون أحسن لك، ولو مش قد الشرب وفي وسط الرجالة اتنين اشرب لوحدك. يا اسطى أنا أشرب عندكم في اسمكم، أنا أشرب في أي حتة. يبقى تشرب بالأصول وتلم لسانك. مالك أنت أمال الظابط تجيب سيرة وسط الليص واللي ما يسواش وتقول عملنا وسوينا. الله. أنت مشغل عصافيرك عليا ولا إيه؟ أنا زناتي يالا. يعني بعرف دبة النملة بالقبل حتى ما تحصل. وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه وما تجيبش سيرته نهائي. ده أمر يعني؟ أمر. أنت شهدت شهادة وقصادها طلعت براءة، يعني مات الكلام على كده. لكن ترغي وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورقة والقلم وبالأصول. وبالأصول تخش فيه قبلي. وإذا كنت فاكر نفسك يا أخويا عو وبتخوف وكده، فأنا العفريت يا زناتي. العفريت اللي هيطلع لك في كل حتة. واسمع بقى كلام الرجالة. أنا صحيح وافقتك وأنا جوه عشان أفك من البلوة اللي أنا فيها. وآخد حقي من الظابط. إنما يا أخويا أنا مش عيل صغير. وعندي رجالة في كل حتة وأنت عارف. والصراحة بقى أنا من ساعة ما طلعت بسمع كلام مش عاجبني. مخليني أخويا راجع نفسي. كلام اللي سمعته يا حماد. كلام على لطفي بالمجد وابني. إيه؟ مش معكوكين معانا في القصة ولا إيه؟ والظابط جاب اسمهم في التحقيق. اللي أقول لي يا زناتي صحيح. هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ ما أنت شهدت على اللي قتله بنفسك. كنتش أنت اللي قتلته وجاي يتحور؟ تطلع صوتك عليا ولا إيه يالا؟ لا اسمع يا أمين. مصلحة دي أنا راكب فيها قبلك. يعني إيه الكلام ده تايسون؟ يعني اللي بقوله لك كده يا زناتي. راجع نفسك أنت وناسك وتعالى. نورت يا زناتي. طب ما الراجل معذور برضه يا تامر. أنت مستقل باللي هو فيه. أنا أبويا بيقول لي إن الواد زناتي شبح فلوس من تحت راس الحوار ده. بقول لك إيه يا عم شادي؟ ما تحرقش دم من تراخر، أنا ماليش فيه. أنا لا كنت عايز حد يتقتل ولا حد يلبس تهم. وبعدين أنا عارف دماغ أبويا. أبويا بالنسبة له اللي بيحصل ده بقى فرصة عشان يقدرني، ويعمل معايا زي ما بيعمل مع إخواتي البنات. جاي منين ورايح فين وأقعد هنا أهون، شوية شوية يقول لي اشرب اللبن الدافئ واغسل أسنانك قبل ما تنام. ما راجل خايف على صحتك برضه يا تيم. ورحمة أمك يا شادي بلاش استظراف عشان أنا مش طايق نفسي. يا عم ما تقفش كده، أنا بهزر معاك. المهم أنا عايزك تاخد بالك. خد بالي من إيه؟ أبويا عامل فيها حكيم زمان وشارع على أبوك إن هو يجوزك. لا ده مفصيني كمان إن أنا لغيك في الحوار. هيجوزوك يا بيضة ويقعدوك في البيت يمكن تتلمي. دمك يا ده اللي هيجوزوه عشان تتلم. لا اتجوز قال. أنا هفضل كده طول عمري داير على حل شعري. آه يا زفلة. تامر هو أنت مش زعلان إن أنت ما كملتش تعليمك؟ ولا فارق معايا. عارف انا شادي؟ انا لا عمري هتجوز ولا هخلف. انا ايه اللي خلاني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ ادلعه وابوظه وبعدين العل سلسفين اهلك منه باظ. فيصعب عليا ارجع ادلعه تاني. لحد ما في يوم يعمل مصيبه سودا فجر عشان اطلعه منها. فرجلي تغرس في مصايب متلتله. وافضل بقى ازله واقطم فيه بقيه حياته. هو اصلا ملوش فيه ولا فاهم حاجه. عشان كده يا اخي انا طول عمري كنت قاعد اقول لك ان انا نفسي ابقى زيك طيب كده وفي حالي. انت ما عملتش مشكله واحده من واحنا صغيرين يا عم. بس انا اعمل ايه بقى؟ انا جيت الدنيا دي لقيت نفسي كده. مصايب بتجري ورايا. يا عم احنا نقلبها غم ليه كده على المسا؟ وبعدين على فكره بقى انا اللي طول عمري نفسي ابقى زيك. ياد ما خلص كده وقريب. الله وبعد ما انت قلت اللي فيها من الاول هتعيش وتموت على حل شعرك يا سفلة. طب ايه نقوم نريح جوه طيب؟ بص يا رامي الهاشتاج ده بقى ترند سمع مع كل الناس بس ما ينفعش نسيبه كده عشان ما يكونش زي اي حاجه في البلد دي بتطلع 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 وبتنزل على ما فيش. اوكي والحل ايه؟ الحل ان الهاشتاج ده بقى يكون كل فتره عليه حاجه جديده يعني صوره فيديو حوار بين اتنين بيتكلموا مع بعض. طيب يعني اصور فيديو تاني مثلا لمزياد؟ لا ما هو الفيديو كده كده لسه موجود. طب يا جميله ما تفهمينا نعمل ايه يعني؟ بص احنا محتاجين فيديو للطفي ابو المجد بيتكلم فيه مع ابنه ويكونوا بيتكلموا فيه عن موضوع الرشوه.
عايزه تبين للناس يعني ان هو مش بس قاتل، هو كمان فاسد. بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله. صباح الفل يا سليم باشا، شكل سعادتك ما نمتش يعني. صباح الفل يا حوده، تعالى. جاهز يا حوده؟ امرني سعادتك. انا كنت عايزك تقرب لي حد، تعرف لي عنه كل حاجه، بيروح فين، بيجي منين، عايز خط سيره بالملي، تقدر؟ صح سعادتك تسال السؤال ده سليم بيه، انا حوده سيطره عم الجدعنه، بعون الله عندي القدره انقل لك المباراه كانك بتتفرج على الماتش وقتي. بس سعادتك يعني مين اللي انا هراقبه؟ العميد صلاح الطوخي. صلاح بيه في مكتبه؟ موجود يا فندم في المكتب، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا وليد. ايه تشرب قهوه معايا؟ نخليها شربات بقى يا باشا. ايه الحاجة هيتجوز تاني ولا ايه؟ لا يا فندم، عرفنا مكان سليم. اخيرا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سليم بيه؟ هي الدنيا اتقلبت ولا ايه اللي جرى؟ بقى لسه حوده سيطرة، هو اللي هيراقب صلاح باشا اللي قد الدنيا دي كلها، وانتوا فاكرينه عيل مسجل؟ ده ظابط. بقول لك يا حوده، هتعرف تعملها ولا نشوف حل تاني؟ ساعتك يعني مفيش مشكله، بس هو في ظابط بيتراقب؟ مره ظابط بيتراقب. انا مش عايزك تخاف، قول لي انت امين وانا افهمك تعمل ايه بالظبط. راقبت ساعتك. تمام، ركز بقى معايا عشان تفهم. انا بصراحه يا باشا ما كنتش مصدق ان الموضوع الهاشتاج ده هيجيب نتيجه بسرعه كده. لا انا بقى كنت مصدق جدا، بدليل انه جاب نتيجه بالفعل. يا ساعتك عاجبك اللي بيعملوه العيال دي؟ ايوه عاجبني. انت بقى مش عاجبك في ايه يا باشا؟ العيال دي مش متربيه وعايز تتربى. لا 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 لا، واضح انك فاهم التربيه غلط خالص. انت قديم، التربيه عمرها ما كانت شده وضرب وحاجات من الكلام الفارغ ده. التربيه نوع من الوعي والفهم، لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه، عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه يحترمك. مش عارف بقى سعادتك، لكن انا عارف كويس، بدليل ان الهاشتاج بتاعهم ده هو اللي وصلنا لسليم الانصاري. اهم حاجه يا حوده في كل اللي قلته لك لازم تخلي بالك، اوعى صلاح يشوفك او حتى يلمحك. صلاح ظابط مش سهل، تفهمني؟ في حد طالع. بسرعة شوية.